نشكر زيت وسيتي على الاستضافه. ايوا اليوم بدينا الاخر امتحان الجهوي، لقاش كانت اجلنا دابا عاودنا خدمنا. ايوا بدينا خدمنا الفرض بالمتناول الحمد لله، ماشي الحمد لله ماشي نقول ما خدمناش، ولكن خدمنا ماشي بحال اللي ما تخدمش كاع الحمد لله. كنشكروا المؤسسه وكنشكروا التلاميذ على المجهود اللي داروا، وكنشكركم زي سيتي، ونطلبوا من ربي يرفع علينا هذا الوباء ان شاء الله. اليوم كان اليوم الموعود بعد طول الانتظار، ويوم فوتنا الجهاوي وحنا كنقراو في السنه الثانيه بكالوريا، ورغم ان كوفيد 19 كفات في اجواء مزيانه، وكان تعقيم، كان هناك تباعد، كان هناك مجموعه من الاجراءات من الاجراءات الوقائيه والتدابير، وفات في احسن الاحوال. بالنسبه للجهاوي كماده جغرافي كماده تاريخ والجغرافيا فاتت في كانت في المتناول صراحه، وكاع التلاميذ صراحه خرجوا يعني راضيين بالجهاوي اللي تحط لهم، حيتاش كان في المتناول وما كانش فيه شي صعوبه وما كانش فيه شي تعجيزات، كان في المتناول كل شيء خدم وكل شيء خرج فرحان ما عدا اللي كان متهاون. وصراحه يعني بعد هالطول وبعد هاد الالغاءات اللي كانت متكرره كانت كتحطم نفسيه التلميذ، الا انه كان في المتناول وهذا الشيء اللي كنا متمنينه، والحمد لله والعقبه للغد ان شاء الله. دوزنا مع العشيه نهار الجمعه ماده اللغه، ماده الاجتماعيات ولا باك علوم تجريبيه. الامتحان الحمد لله كان في المتناول، كان سهل جدا يعني لما بغيتي تجيب النقطه، ويعني والشروط الصحيه كانت متوفره، وكان يعني توفر التعقيم والاساتذه الحمد لله، الاداره كانت موفره لنا كل شيء، والامتحان كانت الاجواء ديالو زوينه وزعما داز في واحد الهدوء يعني واريحيه بدون توتر. السلام عليكم، معكم شيماء عمراني، كنقرا في علوم تجريبيه خيار فرنسي. بالنسبه للاجواء كانت الحمد لله مزيانه وفي المتناول، واخا كنا خايفين الصراحه حيت من شهر تازه وحنا كنوجدوا الامتحان الجهوي، ولكن الحمد لله هذاك الشيء داز بخير وعلى خير. هذا النهار دوزنا الماده الاجتماعيات، وغدا ان شاء الله عندنا الفرنسيه والعربيه والاسلاميات. بالنسبه للحراسه كانت حراسه في المتناول، وخلقوا لنا الجو ديال الامتحان، وان شاء الله نجيبوا شي نقاط مزيانه، والله يسهل على الجميع ويسهل علينا ان شاء الله. اولا قبل كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم، اولا كنشكر زيو سيتي على الحضور ديالها اليوم يعني الثانويه من دون حساب ثابت، وعلى التغطيه الاعلاميه اللي دارتها. بالنسبه للاجواء ديال الامتحان يعني فات واحد الاجواء اللي هي مزيانه الحمد لله، يعني في ظل وجود هذا الوباء ديال كورونا، يعني القاعات ديال الامتحانات مجهزه يعني بكنينة ديال التعقيم، بالاضافه الى ذلك يعني كان هناك يعني احترام ديال التباعد، يعني كاين طابله يعني ما بين التلميذ والتلميذ كاين واحد الطابله قويه، دونك احترام جميع القواعد التنظيميه يعني في ظل وجود هذا الوباء اللي نتمناو ان شاء الله يعني ربي يرحمنا ان شاء الله ويبعد عنا هذه البلاد ان شاء الله. بالنسبه للسلوك تاع المترشحين كان في مستوى سلوك مؤدب محترم، زعما الناس يعني كما قلنا الوليدات يعني الحمد لله كانوا قاريين الحمد لله كذا، هذه سوق ديال المترشحين. بالنسبه للجوانب التنظيميه، الجوانب التنظيميه كانت في مستوى يعني صراحه يعني الطاقم الاداري ولا الطاقم الاداري ديال المؤسسه يعني قام باللازم، يعني على راسهم السيد المدير والحراس العامون والملحقون التربويون، يعني قاموا واحد العمل اللي هو عمل جبار، نشكرهم هذا المنبر هذا. بالنسبه للعدد الاجمالي تقريبا يعني ما يقارب يعني 100%، 100% كل شيء كان حاضر، الا اذا استثنا يعني كما نقولوا على حسب الاطلاع ديالي لبعض المسائل، يعني كانوا بعض الغيابات يعني كتروح ما بين حتى جوج حتى ثلاثه تاع الناس يعني بالنسبه للغيابات. اما بالنسبه يعني العدد الاجمالي تاع المترشحين اللي دوزوا الامتحان يعني دوزوا بخير وعلى خير الحمد لله، كل شيء حاضر هذا هو الاساس. العدد ما بقيتش عاقل، ولكن يعني العدد يعني الاحصائيات القوا عند السيد المدير، هو غادي يحاول باش ما كان الاخر على حسب الاطلاع على حسب ما قالوا لي الاخوان ديال الطاقم الاداري، قالوا لي يعني كما نقولوا الغيابات يعني ما بين
جوج حتى ثلاثه تاع الناس، ولكن الحمد لله العدد الاجمالي تاع المترشحين اللي دوزوا الامتحان الجهوي. القاعه شحال خدات؟ في القاعه الحمد لله يعني 10 تاع الناس، يعني احترام الاجراءات يعني البروتوكول الصحي واحترام الاجراءات يعني اللي جات يعني كما نقولوا حنايا من المديريه والاكاديمي والوزاره تاع التربيه الوطنيه، يعني احترام يعني القاعه يعني فيها 10 ديال الناس با بليس 10 تاع الناس اون بليس دو سا، يعني كاين داك الخوا ما بين المقعد والمقعد، يعني هذا هو يعني في احترام هذا البروتوكول الصحي وفي ظل وجود هذا الوباء كما نقولوا اللي نطلبوا من الله سبحانه وتعالى ربي يحفظنا ويحفظ جميع الامه الاسلاميه جميعا ان شاء الله والعالم ككل ان شاء الله يعني بهذا الوباء هذا. وشكرا جي سيتي على هذه التغطيه اللي قمت بها اليوم، وحظ موفق ان شاء الله بالنسبه للغد يعني الكلام ديالنا، وان شاء الله يحصلوا على نتائج جيده ان شاء الله باش يفرحوا رسالهم ويفرحوا الاباء ديالهم ان شاء الله.